رضوان ستة رئيس المكتب الولائي للمنظمة الجزائرية لحماية ورشد المستهلك. احنا متواجدين في هذا المعرض برفقة أعضاء المكتب سي روان مروان والخير رزيق أعضاء المكتب الولائي لسطيف. احنا نحن شركاء في هذا المعرض ببغية التسويق وحث المستهلك الجزائري على اقتناء المنتوجات المحلية وتطوير المنتوج الوطني دعما للاقتصاد الوطني من أجل يعني كبح فاتورة الاستيراد وتوجيه المستهلك من أجل اقتناء كل ما هو محلي. هذا المعارض من شأنها أن تساهم في تطبيق سياسة الدولة في خلق اقتصاد بديل عن اقتصاد الريع واقتصاد المحروقات وهو اقتصاد الصناعات المحلية والاقتصاد الوطني. اليوم يعني نشهد نهضة اقتصادية كبيرة في الجزائر من أجل النهوض بهذه المنتوجات. صوشة شعيب ممثل شركة حضنة حليب. شركة حضنة حليب هي شركة مختصة في إنتاج الحليب ومشتقاته. الشركة أنشئت سنة 1998 بالمنطقة الصناعية بالمسيلة، اختصاصها إنتاج الحليب ومشتقاته. الشركة توظف 1000 عامل بصفة مباشرة، ومنتوجاتنا متواجدة عبر كامل التراب الوطني من خلال ضمان شبكة توزيع خاصة بالمؤسسة لتضمن لنا أكثر جودة في المنتوج وكذا استقرار في أسعارها. مشاركتنا في الصالون في طبعتها الثانية هو فرصة لنا بنعرف أكثر بمنتجات حضنة حليب ونتقرب أكثر بالمستهلك الجزائري، وهو فرصة أيضا لملاقاة مختلف المتعاملين الاقتصاديين في القطاع. هو فرصة أيضا أننا نبين منتوج الأخير اللي طرحناه في الأسواق الجزائرية اللي هو زبدة طبيعية 100% بحليب أبقر طازج. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد زقار اليازر صاحب مصنع المشروبات والعصائر بلدية واتسقان. رانا متواجدين في الصالون الوطني للصناعة الغذائية والابتكار، وهذا بعد الملتقى الوطني تحت إشراف رئيس الجمهورية اللي شجع الاستثمار والمقاولاتية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. رانا متواجدين بالصالون الثاني، الطبعة الثانية اللي متواجدة بالسطيف تحت شعار الصالون الوطني للصناعة الغذائية والابتكار. احنا مؤسسة زقرار اليازر لصناعة المشروبات والعصائر التي دام عمرها حوالي 19 سنة من الخبرة. نسعى إلى إرضاء المستهلك، وهذا باختيار أجود المنتجات والفواكه الطبيعية، وهذا نستخلصها باش نخدموا البرودوي تاعنا. العصائر تاعنا هي 100% جزائرية الصنع، والمادة الأولية تاعها مستخلصة من حدائق الجزائر، منها حدائق متيجة اللي متواجدة في البوليدة وسكيكدا وتيزي وزو. نتمنوا من الجمهور والشعب سيرتو الصطايفي باش يجي يزورنا لهذا المعرض تاعنا والستون تاعنا ويذوق المنتجات تاعنا، وان شاء الله تكون في متناول الجميع. بارك الله فيكم. هذاك